بنرحب بحضراتكم مرة تانية أعزائنا المشاهدين، وما زلنا مستمرين مع حضراتكم في تغطية حية لانتخابات مصر 2018، انتخابات الرئاسة اللي شهدت إقبال ملحوظ جدا من قبل المواطنين من أول الساعات ومن أول الأيام، والمواطنين يصطفون والبسمة لا تفارقهم على حد تعبير الصحافة الألمانية. تلك البسمة التي تعني الرضا وتعني الأمل في غد أفضل من المواطن المصري وثقة في الدولة المصرية. المواطن المصري النهاردة مش نازل ينتخب رئيس، هو نازل ينتخب دولة، نازل يقف جنب دولته وبلده مصر. يسعدني أن يكون معايا في الاستوديو النهاردة تعقيبا على هذا المشهد وهذا العرس الديمقراطي الجميل في مصر دكتور أحمد هارون الخبير الاقتصادي. برحب بحضرتك فندم. أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا. خلينا نروح لوزارة الزراعة ونشوف إيه الأخبار هناك، وللجنة اللي هناك، لجنة وزارة الزراعة، اللجنة 27، مع زميلنا العزيز محمد كمال. إليك محمد. نعم، اليوم هو اليوم الأخير للانتخابات المصرية لعام 2018. تشهد هذه اللجنة في هذا الوقت بالتحديد إقبال من قبل المواطنين الذين حرصوا للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأخير قبل إغلاق الصناديق. وتابعنا مع حضراتكم خلال اليومين الماضيين مدى إقبال المواطنين في هذه اللجنة، لجنة 27 بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي شارك بها أكثر من 50% من نسبة الأصوات. لابد أن نعترف بدور الجيش والشرطة الهام والكبير في العملية التأمينية سواء كان داخل أو خارج اللجان. قد رصدنا لحضراتكم فعاليات الاحتفال المواطنين خارج اللجان بعد عملية إدلاء الأصوات، فرأينا الفرحة الكبيرة على وجوه المصريين. فلابد أن نعترف أن المواطن المصري يضع بصمته في كل حدث سياسي. عودة إليكم مرة أخرى في الاستوديو. زميلي العزيز محمد كمال، وبجد أبطال هذه التغطية هم المراسلين أبطال مصر الزراعية محمد كمال وزمايلنا كلهم اللي غطوا اللجان الانتخابية في الجمهورية كلها. وبرجع وبجدد الترحيب بضيفي العزيز دكتور أحمد هارون الخبير الاقتصادي. برحب بحضرتك. يمكن رغم الإصلاحات الاقتصادية الصعبة وما عانى منه المواطن المصري أمام مرأة من العالم كله من ارتفاع حاد جدا في الأسعار، يعني الأسعار ضعفت مرة واثنين ويمكن ثلاثة، في سبيل إصلاح المنظومة الاقتصادية إصلاحا جذريا وتوقف مصر عن تعاطي المسكنات والحلول الجذرية بقى ابتدت، ورغم هذا التضرر الذي شعر به المواطن المصري إلا أنه كان الأكثر حرصا على الإقبال على صناديق الاقتراع منذ الساعات الأولى ومنذ الأيام الأولى لشعوره أن هذا الإصلاح حقيقي. عايز حضرتك تلقينا الضوء على الأربع سنين ودور الدولة المصرية. أنا بعيدا عن سيادة الرئيس وبعيدا عن إحنا في مرحلة صمت انتخابي، ما قامت به الدولة المصرية في خلال الأربع سنوات اللي فاتت من إصلاح اقتصادي غير مسبوق؟ طبعا ده سؤال جميل جدا وهناك ضرورة لتوضيحه. ما تم خلال الفترة السابقة ثلاث محاور للمشروعات، ولازم نأكد على المعنى ده. في مشروعات قصيرة الأجل يعني نتائجها ممكن أن نشعر بها خلال الفترة القادمة، وفي مشروعات متوسطة الأجل، وفي مشروعات استراتيجية طويلة الأجل. المشروعات الاستراتيجية طويلة الأجل، لما أقول لحضرتك مثلا إن احنا عملنا أربع أنفاق بين شرق القناة وغرب القناة، النتيجة لن تكون يعني مباشرة يمسها المواطن، لكن ده هي الحل الوحيد لتنمية سيناء. صحيح. وبالتالي هذه مساحة كبيرة جدا لا يمكن أن تقوم فيها مزارع ومصانع وجامعات ما لم يكن حركة الانتقال بين الضفتين يعني يسيرة وسهلة. وهذا ما حدث في الأربع أنفاق، فيهم اثنين نفقين تقريبا يعني اقتربوا من النهاية، وفي نفقين التانيين مع نهاية السنة ينتهي. فده مشروع طويل واستراتيجي. لما أقول لحضرتك مثلا 3000 كيلو طرق أو 5000 كيلو طرق أو تصل إلى 7000 كيلو طرق، ربما أنا وحضرتك نقول يعني إحنا ما بنستفدش بالطرق دي كويس، لكن هل يعقل أن يتم استثمار عقاري أو بناء مدن جديدة ما لم يكن هناك طريق للوصول إلى هذه المدن؟ هل يمكن إنشاء صناعات في هذه المناطق خارج الوادي ما لم يكن هناك طريق إليها؟ هل يمكن زراعة أو استصلاح أراضي في المغرة أو المغرة في غرب المنيا أو غرب المنيا ما لم يكن هناك طريق للوصول إلى هذه المناطق؟ يبقى إذن البنية الأساسية المرتبطة بهذه الطرق
ربما لا تصب مباشرة في نمط الحياة للأفراد في جيب المواطن أو في نمط حياته، لكن هي بالضرورة نوع من الاستراتيجي للتنمية المستدامة في هذه القطاعات. من الموضوعات برضو التي تعتبر طويلة الأجل اهتمام الدولة بالقطاع الصناعي، وإحنا دايما نقول كده لأن الصناعة بتستوعب أيدي عاملة كثيرة، والصناعة أيضا فيها ما يسمى بالقيمة المضافة، يعني حضرتك بتدخل بمليون بتطلع مليون ونص، تدخل بعشرة تطلع وهكذا. فاهتمام الدولة بمجال الصناعة، ونحن نطالب بمزيد من الاهتمام في هذا القطاع، فخصصت بعض المناطق يمكن على ما أذكر 10 مليون متر مربع لمنشآت صناعية، في أسيوط مناطق صناعية ومصانع جاهزة بالتراخيص، في مدينة بدر، في كل هذه المناطق الصناعية، وهناك تسهيلات في إجراءات الرخصة الصناعية، زي أنه يديك الرخصة الصناعية مؤقتة لمدة سنة لحين استيفاء باقي الأوراق. فاهتمام الدولة بهذا القطاع نوع من الاهتمام الصناعي، نحن نحتاج وبشدة إلى هذه الصناعات، استيعاب أيدي عاملة، قيمة مضافة، ثم إن التصدير غالبا بيبقى من المنتجات الصناعية، فهذا أيضا من الملفات الجميلة جدا. طيب إيه بقى المشروعات القصيرة والسريعة اللي ممكن بقى كلنا نحس بيها، واللي برضو أنا أطالب بمزيد من السرعة فيها حتى يشعر المواطن فعلا بيها؟ لما أكلم حضرتك على بركة غليون مثلا، بركة غليون مرتبطة بالثروة السمكية، مصر تنتج 1.2 مليون طن من الأسماك، ومع ذلك نحن نستورد شوية كده بحوالي 300 مليون دولار أسماك سنويا. هذه البركة الأسماك بتقعد 3 شهور 6 شهور ثم يتحول الزريعة إلى سمك في السوق. إذن هذه البركة لو بدأ، طبعا هي بدأت بالمرحلة الأولى حوالي 3500 فدان للبركة دي، فلو بدأنا بهذا المشروع ونزل إنتاجه للسوق، ساعتها البلطي والبوري إلى المنتج الشعبي، يعني الجمبري، لا هم شغالين بلطي بوري وجمبري، أيوة شغالين، وشغالين إنتاج سمكي البحري اللي هو القاروص وغيره، لكن أنا أتكلم على الأسعار التي يمكن أن تناسب الشعب. فلو هذا الإنتاج نزل مباشرة إلى الشعب، أظن أنا وحضرتك هنحس مباشرة بأن قيم الأسعار لهذه المنتجات سوف تقل. كذلك هناك مزارع سمكية في السويس، حوالي 4200 مزرعة أو كده، في جزء منها بدأ فعلا تنفيذه. لو هذا الإنتاج مرة ثانية، الإنتاج السمكي يتحول من زريعة إلى سمك للاستهلاك من 3 شهور ل6 شهور، إذن هذا الإنتاج لو نزل في السوق سوف يشعر المواطن بسرعة بأنه هناك شيء يعني إيه مريح، خاصة أن موضوع اللحوم وكذا كان ارتفع اسعاره رغم ان هو الفتره انخفض. يعني هو الكلام عن الاقتصاد هيقودنا الى محاور كتير هنتكلم فيها، لكن انا عايز امسك خط بقى مهم جدا وخط احمر كده كبير قوي او تايتل كبير. هل ترى ان مصر في ال4 سنوات الفائته استطاعت ان تصنع لها استراتيجيه لا علاقه لها بالرئيس الذي يحكم، بل ان مصر يعني لها خط تمشي فيه واتيفر هو مين الرئيس، ولا ما زلنا في خطتنا الاقتصادية مرتبطين بشخص الرئيس، فأقوم لما الرئيس يتغير تبتدي خطتنا تتغير؟ شوف طبعا ده سؤال يعني مباشر بدرجة أنا جدا يعني جدا. شوف أنا أقول لك على حاجة، نحن لدينا في وزارة التخطيط وكل الوزارات ما يسمى بخطة مصر 2030، يعني الخطة من الآن لسنة 2030، خلاص كده؟ لو أن كل الوزراء والقطاعات الإنتاجية و سارت على هذه الخطة سوف نصل لكل الأهداف، لكن بلا شك أن الإدارة دائما ما تكون هي الحافز أو الدافع أو المحرك لتحقيق أفضل نتائج ممكنة. خلينا نتكمل بس كلامنا في الموضوع ده كبير، يعني طبعًا السؤال ده مهم طبعًا جدا طبعًا. خلينا بس ناخد اتصال من ضيفتنا العزيزة السفيرة سناء عطلة، مقرر المجلس القومي للمرأة بالقاهرة. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. يعني انا اولا عايز اتكلم معاكي كمرأة، انا عايز احيي المرأة المصرية على تصدرها للمشهد بمنتهى الوعي بمنتهى المسؤولية، وده طبعا مش جديد على المرأة المصرية اللي بتثبت دائما وابدا انها تقود، ولكن زيها زي القوة الناعمة كده، ما تحسهاش بعينك لكن تحس بتأثيرها. كل التحية لحضرتك ولكل من شارك من مصر في هذه الحملة الانتخابية.
بشكرك يا فندم، وبنتهز هذه الفرصة أن أحيي كل سيدة وفتاة وامرأة مصرية وشاركها أيضا، سواء كان زوجها أو أخوها أو أبوها، الكل ساهم في بناء هذا الوطن. بجد بجد الصورة اللي شفناها على مدار الثلاث أيام رائعة رائعة بكل المقاييس. والمجلس القومي للمرأة اهتم بموضوع المشاركة السياسية للمرأة، وهو ملف مهم، والانتخابات أحد صور المشاركة السياسية. وبدأنا من نهاية يناير الماضي في حملات توعية في كافة الأحياء والجامعات والمدارس، واعتقد ده جزء من نتاج هذا المجهود يعني. طب خليني اسال حضرتك برضه فندم، يعني اكيد كان لكم بعض التحركات اللي انتوا بتستشعروا صداها دلوقتي قبل عمليه الانتخابات، فماذا كان دور المجلس القومي للمراه في حث المراه على النزول والمشاركه في الانتخابات قبل الانتخابات ما تبتدي؟ احنا عملناها على ثلاث مراحل. ابتدينا الاول بندوات التوعيه في مراكز الشباب وفي الجامعات والمدارس وبعض الاحياء الشعبيه في مصر، في القاهره، في محافظه القاهره طبعا، وده ينطبق على 27 محافظه و27 فرع للمجلس القومي للمراه في المحافظات، وكلهن سيدات متطوعات. 564 سيده متطوعه في فروع المجلس في محافظات الجمهورية بتقوم بهذه التوعية في المدن والقرى والنجوع. عقبنا دوت بعد ثلاث أسابيع من هذه الندوات، عملنا حاجة اسمها حملة طرق أبواب. بقينا نذهب في للمرأة المصرية في مكانها، في مكان سكنها، في مكان تجمعاتها، زي أمام المدارس، زي في المراكز الصحية، زي في الأسواق، وكنا بنجري معاها حوار مباشر وبنقول لها أهمية مشاركتها وأهمية أنها تدعو أسرتها وجيرانها وأصدقائها للمشاركة عشان نصنع معا مستقبل لمصر. وبعدين دلوقتي إحنا المرحلة الثالثة في متابعات، متابعات للانتخابات، موجودين في كل في معظم يعني اللجان الانتخابيه، بنحاول نساعد السيدات اللي مش عارفه تطلع اللجنه بتاعتها فين. طيب حضراتكم ما زلتم مستمرين يا فندم في عملكم، ولا انتوا قمتوا بده قبل الانتخابات ووقفتوا بقى وبتجنوا الثمار دلوقتي؟ لا يا فندم، لا ده طرق الابواب كانت اخر مرحله قبل يومين ساعه الصمت الانتخابي. لا هو الصمت الانتخابي ده يعني عشان ما نتكلمش عن مرشح. ما انا فاهمه، مع ان احنا كمجلس قومي لا ندعو لمرشح بعينه ومش في الحمله الانتخابيه، ولكن درءا لاي شبهات زي ما بيقولوا، ولكن عضوات المجلس حاليا وفروعه في المحافظات موجودين امام اللجان لمساعده السيدات والتيسير عليهم للادلاء باصواتهم ونقل مشاكلهم. يعني والله هو جهد مشكور جدا، جهد مشكور جدا للمجلس القومي للمرأة، وتأكبر شرف وواجب علينا. وأنتم سيدات هذا الوطن، وأنتم أمهاتنا وزوجاتنا وأخواتنا، وأنتم على رأسنا، والمرأة المصرية دايما هي اللي بتقود من غير ما تقود زي ما بيقولوا كده. لا، طالما سندها الرجل المصري، المرأة المصرية ستصنع المعجزات. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. ومساندتكم طبعا. الله يخليك يا فندم. سيادة السفيرة سناء عطالله مقرر المجلس القومي للمرأة بالقاهرة، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة، وبكرر التحية لكل سيدات مصر الأشراف اللي بيضربوا دايما المثل وبيكونوا هم دايما القدوة. برجع لضيف العزيز دكتور أحمد هارون الخبير الاقتصادي، وبنتكلم في نفس الموضوع. نعم. باعتبار حضرتك الخبير الاقتصادي. نعم. احمد هارون. نعم. وحضرتك فاهم اقتصاد كويس قوي. نعم. انا عايزك تقول لي على بشكل مهني. نعم. ايه العلامات اللي هي 1 2 3 4 تخليني انا كمواطن اصدق ان دوله مصر بقى لها استراتيجيه ملهاش علاقه بالريس، يجي ريس يمشي ريس، مصر لها استراتيجيه. طبعا ان كانت صنعت هذه الاستراتيجيه فهي قد صنعت في عهد الرئيس. نعم. عبد الفتاح السيسي في. نعم. الاربع سنين اللي فاتت. نعم. وتفر بقى مين اللي جاي. نعم. هل مصر نجحت في ده ولا لسه على الطريق
ولا ايه الاربع خمس ست علامات اللي انت شايفهم تقدر تقولي عليهم ياكدوا ان مصر بقى ليها خط عريض؟ واحد، ان هذه الخطه موجوده، يعني هذه الخطه موجوده ل 2030، ويستطيع اي مواطن ان يفتح وزاره التخطيط فيجد الخطه بتاع مصر 2030. اثنين، ان هناك مشروعات استراتيجيه بطبيعتها بتستمر لاكثر من 3 سنين وخمس سنين، فلابد ان تكتمل هذه المشروعات، وستكتمل لان هذه المشروعات بطبيعتها لابد ان تكتمل حتى تصل الى نهايتها، يعني عندما نتكلم على العاصمه الاداريه الجديده شيء طبيعي انها تستمر حتى تنتهي، عندما نتكلم على المشروع الكبير محور قناه السويس هذا مشروع استراتيجي لابد ان ينتهي، مشروع المليون ونص فدان، يعني تم تسليم نص مليون فدان، في 42 ألف فدان تم طرحهم في يناير الماضي في منطقة غرب المنيا وسيتم تسليمه. كل هذه المشروعات الاستراتيجية تعطيك انطباع أنه لابد أن تكتمل هذه المشروعات. يعني هناك بعض المشروعات لكن هتخلص بعد ولاية، يعني لو فاز الرئيس عبد الفتاح السيسي، لو فاز في مشروعات قدامها أكثر من الأربع سنين، يعني هيكملها رئيس تاني بعد منه. هتستمر هذه المشروعات بطبيعتها تستمر، وهناك مشروعات قصيرة الأجل يشعر بها المواطن بسرعة. كل ما يتعلق بالزراعة هو مشروع يمكن، لأن الزراعة استصلاح الأرض بياخد 6 شهور والإنتاج الزراعي 6 شهور، يعني سنة واحدة يمكن أنا وحضرتك نشعر بالإنتاج. لذلك أنا طبعا منحاز جدا لاستكمال برنامج المليون ونص فدان، أنا منحاز جدا لموضوع التنمية الصناعية لأن برضو دي خلال سنة أو سنة ونص بيبدأ يشعر المواطن بها، لكن كلنا لازم نتفق أن المشروعات الاستراتيجية الطويلة بتتجاوز حتى يعني ربما فترة رئاسة أو فترتين أو أكثر من ذلك. جميل، عايز أسأل حضرتك سؤال تاني مهم، يمكن الشعب المصري بيبقى عنده وعي وما عندوش يعني إيه أدوات هذا الوعي، هو بيبقى عنده وعي بس مش عارف ليه. يعني عنده وعي وبيستشعر الخطر كده وعنده عين بيقدر يعني يقول بيها لا الراجل ده كويس احنا واثقين فيه، او القيادة السياسية دي كويسة احنا وراها، لا القيادة السياسية دي مشكوك في امرها، لا كلامها كده مريب، ما بيبقاش عارف التفسير. لكن انا النهاردة حابب افسر بشكل علمي، هل كان تعويم الجنيه والاصلاحات الاقتصادية ضرورة حتمية وليه؟ طب انا مش هقول لك، انا عايز ارد بشكل علمي عشان افهم بقى، يعني اللي بيثق بيثق ممكن، لكن اللي بيثق انا عايزه يبقى يزداد ثقة لما يعرف المعلومة العلمية. انا اجابتي مش هتكون حلو ووحش، انا هديك بس يعني نظرة علمية تحليلية دقيقة جدا. أيوة. وانت احكم. اوكي. أيوة. لما اقول لك ان مجموعة من المليارات الدولارات كان بيتم تداولها فيما سمي بالسوق السوداء بين بائع ومشتري بعيدا عن الجهاز المصرفي المصري، لأن الجهاز المصرفي في ذلك الوقت كان الدولار فيه ب 8 جنيه و80 قرش. صحيح. خلاص، وكان يتم التداول بين بائع ومشتري الدولار على 12 جنيه ونص في السوق السوداء، فكان عشرات الآلاف ومئات الآلاف من يملكون الدولار يعني محاول من الخارج وبصورة شرعية يرغبون في تحويله بأعلى قيمة ممكنة. أكيد. وهناك شاري يريد أن يستورد سلع من الخارج والبنوك لا تستطيع أن تدبر له العملة فيضطر أن يشتري من السوق السوداء، فأصبح عندك بائع يرغب في البيع في السوق السوداء ب 12 جنيه ونص ولن يذهب إلى السوق المصرفية ب 8 جنيه و80 قرش، وأصبح هناك مشتري لا يمكن للسوق المصرفية الرسمية تسد حاجته وبالتالي يلجأ إلى السوق السوداء. فبقى مجموعة من المليارات، أنا مش هقول لأنها أرقام ربما تكون كبيرة جدا، ربما تجاوز 30 مليار دولار كان يتم التداول خارج السوق المصرفية الرسمية بين بائع ومشتري. طبعا 30 مليار دولار في السوق السوداء دي يعني دي كارثة. طب أنا هرد عليك، مشكلة كبيرة جدا. أنا كمواطن محدود الذكاء هرد عليك وأقول لك طب ما قبضتوش عليهم، ما تقبضوا عليهم دول. يعني هذا لا يكون، لا تكون الأمور الاقتصادية بهذا الإجراء. لا ما كنتش، أنا عايز أرد على المواطن البسيط. أيوة. بس أنا عارف المشكلة أصلا. أنا هقول لك بقى الحل كان إيه. فالحل إن المؤسسة المصرفية كلها قعدت وقالت لا، إذا كان البائع والمشتري متفقين على سعر 12.5 قبله البائع وقبله المشتري. صحيح. يعني البائع والمشتري قبله ب 12.5 وأصبح سعر الدولار 8.5 يعني حاجة وهمية غير حقيقية، لا في بائع يبيع ب 8.5 ولا في مشتري هيقدر يشتري بال 8.5، فكانت النتيجة أن البنك المركزي عمل إيه؟ عمل التعويم اللي هو تعويم سعر الجنيه أمام الدولار، فكرة عرض والطلب. فكانت النتيجة إيه؟ أنه بدأ ب 13
بدأ ب 13 جنيه يعني يعادل تماما أو تقريبا سعر السوق السوداء. كان يمكن أن يستمر ب 13 جنيه لو لم يحدث نوع من الفزع أو البانيك كده، أن الناس تتخيل أن ال 13 هتبقى 14 هتبقى 15، فزاد الطلب على الدولار بطريقة غير منطقية وغير علمية. فبدأ يبقى إيه ب 14 ب 15 ب 16. لكن الآن خلال الفترة السابقة لو حضرتك لاحظت تجاوز الدولار 18 ثم نزل مرة تانية إلى 17 وكذا 17 وكذا 17 ولسه وكذا نازل كمان. ولسه نازل كمان كويس. طيب هتقول لي فناتج عن ذلك ارتفاع الأسعار. أقول لك هو لما كان المستورد بيشتري الدولار ب 12.5 ما كان بيسعر كل المستورد على أنه 12.5 ثم يضع أرباحه ثم يضع احتياطي ويبيع بالأسعار. أليس هذا منطقيا؟ صحيح. طيب لما خدوا بقى من البنوك واستطاعت البنوك أنك توفر، هي بدأت الأول بتوفير 20% و30% كده. لما اشترى بال 20% و30% على سعر 16 و17 وبرده فضل شوية 16.5 كده، بدأ يبيع برضه بأسعار أعلى شوية. هنا نحتاج حاجتين، إما أن كانت الغرف التجارية تعطي ما يسمى بالأسعار الاسترشادية، عشان كده طلع قرار ما عرفش حضرتك سمعت أنا لا أن الدولار الجمركي 16. صحيح. وهو الآن 16. الدولار الجمركي النهاردة 16، فيقلل الجمرك على السلع ويخلي الأسعار إلى حد ما بطيء. كل من سولت نفسه له أنه يرفع الأسعار بطريقة عشوائية كانت النتيجة أن يخرج السوق. صحيح. لأن منطقي أنك تشتري يعني أي منتج بسعر كذا، ده السعر الرينج المقبول. لما رفعوا الأسعار أكتر من اللازم محدش يشترى، فبدأت الأجهزة الكهربية مثلا بدأت تنخفض أسعارها إلى حد ما، الملابس رجعت تاني تهدى وتبطأ، فحطت نوع من التوافق في السوق بين العرب. ان حصل نوع من انواع النشاط في الصناعه الوطنيه بقى، ابتدت الناس تقبل على المنتج المصري. نقطه بقى مهمه جدا. خلاص. وهو ان توافر هذا الكم الكبير جدا من الاموال داخل المؤسسات المصرفيه ادى للمؤسسات المصرفيه قدره على الاقراض، سواء بال 5% اللي هي متداوله دي او بال 15 او اي رقم يعني. فاصبح هناك المستثمرين، هناك أموال متاحة لدى البنوك يستطيع أن يقترضوا، وبالتالي تدور العرجل. أنا عشان كده لما صدر هذا القرار قلت يا جماعة هذا القرار لحماية المجتمع من تداول 30-40 مليار دولار في السوق السوداء ودخوله في المؤسسة المصرفية، هذه الميزة. والعيب الوحيد أنه سترتفع الأسعار ويجب على الدولة أن تتدخل لحماية يعني محدود الدخل من ارتفاع الأسعار العشوائية. أكيد أكيد. هو في حاجة تانية برضو حصلت، أنا عايز أفهم برضو للسادة المواطنين ليه كان لازم أن احنا نعوم الجنيه. حصل بعد الثورة مطالب فئوية كتير جدا خلت المرتبات ترتفع، طبعا ده شيء لا يخفى على أحد، المرتبات ارتفعت بعد الثورة في قطاعات كتير جدا من الدولة. لما المرتبات ارتفعت المصريين افتكروا نفسهم أغنياء بجد، فنزلوا بكل الفلوس اللي بقت تدخل عليهم زيادة، ونزلوا اشتروا أجهزة كهربائية وتكييفات وتلاجات وهيصوا في المنتجات الايه المستوردة. حصل ان البنك المركزي بقى مش قادر يدي المستوردين ويوفر لهم دولار يشتروا بيه، ابتدى الاحتياط النقد الدولي من 31 مليار دولار تقريبا ايام حسني مبارك ينخفض ينخفض ينخفض. في هذه اللحظة قدم الإخوة العرب مساعدات لا يمكن أن ننساها. يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلامه كان دايما يعترف ويقول يعني فضل الدول العربية اللي وقفت معانا، ابتدت تدينا بقى دعم دولاري، تدينا قروض، تدينا ودايع دولارية بفوائد مخفضة أو قروض دولار. برضو المصريين معاهم فلوس، مرتباتهم ارتفعت بعد الثورة وبيصرفوا بيشتروا المستورد، وبرضه مش قادرين. طب الدول دي هتفضل تدينا دولار لحد امتى؟ في هذه اللحظه عجز البنك المركزي عن انه يدفع ثمن القمح والدواء والمنتجات والسلع الاساسيه، فكان حتما ولا بد ان يقوم بتعويم سعر الصرف عشان يوقف هذه المهزله، يوقف هذه المضاربه اللي كان بيتكلم عنها ضيفي العزيز دكتور احمد هارون على الدولار. ففي اللحظه دي خلينا عومنا سعر الدولار، خليناه بسعره الطبيعي. الدولار ده بدون اي تدخل من الدوله، بدون دعم من الدوله، سعره كام؟ عرض وطلب بقى، السوق محتاج كام والمواطن معاه كام. لما ارتفعت الاسعار ابتدى المواطن يعرف تماما مرتبه ده عفوا يسوى كام. لان فكره ان انا عفوا فكره ان انا ابقى غني
ومصدق ان انا غني او مرتبي خلاني غني بعيدا عن قوه اقتصاد الدوله، دي فكره تودي في جهنم، توقع اي دوله على وشها على طول. الحقيقه ان لازم القيمه بتاعه مرتبك، القيمه القوى الشرائيه للجنيه المصري توازي قوه اقتصاد دولتك. في هذه اللحظه بيحدث التوازن بين العمله الاجنبيه اللي نستورد بيها والعمله المحليه. اذا كان تعويم الجنيه المصري احدى يعني المسارات الاجباريه للدوله المصريه لكي تعالج تلك المطالب الفئويه اللي ضغطت على الدوله المصريه في وقت من الاوقات وخلت المرتبات ترتفع. يعني اتمنى ان يكون تحليلي سليم، خصوصا ان انا قاعد قدام خبير اقتصادي. يعني جميل. لا جميل صحيح. طبعا جميل. يعني اعتقد ان برضو ارتفاع المطالب الفئويه دي كانت برضو احد الاسباب اللي دفعتنا نفعا. لا نحن شعب خلطنا الاوراق في بعض، يعني كان هناك مثلا حراك سياسي بطريقه معينه اثر تاثير سلبي جدا على الاداء الاقتصادي. ده كان يعني كانت سنة، يعني يكاد يكون سنه سوداء، يكاد يكون الاداء الاقتصادي يكاد يكون توقف. هذا لازم نفصل بين الاثنين دائما وابدا، ان الاداء الاقتصادي يبقى ينطلق لوحده. الفلاحين يذهبون الى الحقول، العمال يذهبون الى المصانع. انا اعتقد لو قدرنا نوصل لهذا المستوى هيكون جيد. يعني جميل جدا. برجع تاني وبقول يعني بسال حضرتك، وانت خبير اقتصادي وليك عين اكيد محترفه غير عينينا احنا كاعلاميين، احنا بس بنرصد وبنتكلم من اللي بنقراه ومن المعطيات، ولكن حضرتك برضو بيكون ليك عين مختلفه. لما اتكلم النهارده عن تجديد الموارد او تجديد فكر الموارد النهارده، احنا دايما كنا بنفكر وكنا رامين الحمل دايما على السياحه، قاعدين كده ونايمين. صناعه ايه بقى وزراعه ايه؟ السياحه بتدخل دولار واحنا قاعدين كده حاطين رجل على رجل. لما السياحه اتضربت كان حتما ولا بد على الدوله المصريه انها تغير فكرها في يعني جلب موارد جديده. هل نجحت الدوله المصريه في الاربع سنوات انها تخلق موارد جديده؟ انا هديك ثلاث معلومات لازم تبقى عندك يعني مهمه جدا. حاجه اسمها الانتاج القومي للدوله كلها، وده 4.3 مليار جنيه مصري. خلاص الرقم ده خليه على جنب. ده الرقم الثاني حوالي 850 او 900 مليار جنيه كاش بيدخلوا خزنه الدوله اللي بتنفق فيها على المرتبات والاجور والمشروعات والكذا، واللي دايما نلاقي فيه ايه؟ عجز موازنه الدوله. صحيح. دايما تسمع مع الملحوظه. مظبوط. النقطه الثالثه او المربع الثالث وهي موارد الدوله من الدولار، دول ثلاث ارقام. الثلاث ارقام دول لهم علاقه وثيقه جدا ببعض. خلاص 4.3 مليار جنيه مصري الناتج القومي بتاع الدوله، ده فيه غلطه خطيره جدا. انه ده الاقتصاد الرسمي الموثق في الجهاز الحكومي المصري. يعني كل ما تلاقوا سجل تجاري وبطاقة ضريبية وبطاقة زراعية وكذا بينتج عنه 4.3 مليار. أنا عندي قيمة معادلة لها تماما اسمها الاقتصاد الموازي غير الموثق، اللي هو تسمع تحت السلم والجمل دي والباعة الجائلين والأسواق الحرة والبتاع. حتى الآن بس اللي بيبيع رصيف دي لا له محل ولا له بيدفع ضرائب ولا بيدفع وسارق كهرباء وكل أنا حاجة. مش عايز منه أي حاجة، بس عشان يبقى الكلام للمواطن كلام يعني معقول. انا مش عايز منك اي حاجه، ومش عايز اتابعك، ومش عايز اراقبك، ومش عايز اخد منك ضرائب، مش عايز حاجة. لكن انا عايز الدوله تقوم بتنظيم هذا القطاع الكبير من الاقتصاد وتحاول ان توثقه. انت ما تخافش، بالعكس انت لما يكون عندك بطاقه ضريبيه وسجل تجاري تستطيع ان تتعامل مع البنوك، تستطيع ان تحصل على قروض، لك حقوق عند الدولة تستطيع الحصول عليها، والدولة تستفيد ان بدل ما الناتج القومي 4 مليار يبقى 8 مليار. صح. الحقيقة الدولة كمان ما بتقومش بالدور ده. يعني الدولة لا تسعى جاهدة في توثيق هذا، المفروض تسعى الى توثيق. يعني مثلا بدل سوق الثلاثة وسوق الخميس وسوق مش عارف ايه والفركشة دي، ان الدولة تنظم اماكن خاصة لهذه الاسواق، هي تعملها، هي تعمل الاسواق دي. لما الاقي باعة جائلين اقول له لا بلاش جائلين، تعال خصص لك منطقة تسمى اكشاك وتخصص لبيع الملابس، بيع الاجهزة الكهربية، بيع البلاستيكات. لما الدولة تنظم اسواق او اماكن للاسواق، الناس هتدخل في الاماكن دي، ويعطي له الايجار حاجة رمزية، المتر ب10 جنيه، المتر ب5 جنيه، اي رقم. انا لا اهدف ان انا اتابعه او اراقبه او احاسبه او لا 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 اطلاقا. انا كل اللي اتمنى ان هذا الاقتصاد الضخم جدا وصناعات تحت السلم اللي موجوده في بنها وهنا 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 وكلنا عارفين يعني تدخل في اقتصاد الدوله، فبدل ما يبقى الناتج القومي ليه 4 مليار
يبقى 8 مليار بدخول هذه القطاعات الكبيرة داخل الاقتصاد الرسمي للدولة. أنا عايز أتكلم في نقطة تانية بقى. طيب. يعني هي اولا لما تبقى الدوله، اولا الدوله لما يعني هذه الصناعات اللي تحت السلم او ذلك الاقتصاد الغير مسجل لما يدخل، حضرتك طبعا بتتكلم في حاجه مهمه جدا ان هو هيدخل للدوله، ده رقم واحد. رقم اتنين، المنتج اللي خارج منه هيبقى تحت متابعه الدوله، وبالتالي انا بحمي المستهلك 10 على 10. رقم ثلاثة، وده اللي انا عايز اتكلم فيه، ايوه، تطبيق المنظومه الإلكترونية يا سلام في مصر، يا سلام، قد يحمينا بشكل كبير جدا من عمليات غسيل الأموال فندم والاستثمار في هذه الصناعات اللي تحت السلم في عمليات غسيل الأموال. طب أنا النهاردة داخل بأموال، أنا داخل بأموال مخدرات، داخل بأموال إرهاب، عايز أستثمرها ودخلها إزاي، أعمل مصنعين ثلاثة تحت السلم؟ نحن لدينا مشكلة أيضا في هذا الموضوع ويجب أن تحل كويس. إن حتى الآن كل التعاملات الحكومية 90% داخل، ليس داخلا داخل شبكات إلكترونية كلها. فلو حضرتك أسست شركة مثلا في اسكندرية وطلعت سجل تجاري في اسكندرية، وبعدين رحت أسوان عشان تنهي بعض الإجراءات زي الحصول على أرض صناعية أو زراعية، وطلب منك سجل تجاري حديث، حضرتك هترجع الإسكندرية عشان تعمل سجل غير، مع ان السجل ده مسجل على الكمبيوتر، وكان يمكن لو نحن مربوطين بشبكه ان نروح لسجل تجاري في اسكندرية او في اسوان، يقول له اديني سجل تجاري، يضرب على الكمبيوتر ويطلع له سجل تجاري. هذا لا يحدث، بل بالعكس اكثر من ذلك، ان ممكن لو انتقلت حضرتك، انت عارف نهر النيل بيقسم القاهره عن الجيزه، لو شركتك في الجيزه ونقلت للقاهره يقول لك غير السجل التجاري وخد رقم جديد. هذا كلام، هذا كلام يجب ان ينتهي. خد بقى اكتر من كده، لو حضرتك البطاقه الرقم القومي بتاعتك انتهت خلاص وانت من القاهره، وانتهت وانت في اسكندريه، فلا تريد ان لك معاملات بنكيه، لابد ان يكون ساري، لا يمكن تدخل حد هناك وتستخرج بطاقه جديده، لازم ترجع للاصل، لابد ان تنتهي، لابد ان يكون هناك شبكه. لا اعتقد في موضوع البطاقه وشهاده الميلاد حلوها، دي حلوها، لا الرخصه لسه، والرخصه لسه، البطاقه اتحلت خلاص كمان. يعني انا من اسكندريه وجددت بطاقتي في القاهره ما حصلش حاجه ممتاز. يعني دي عدد دي. ممكن. طيب. بس في الرخصه لسه، الرخصه اذن الاستثمار بقى نقف شويه، سيبك من يعني حتى احنا كمواطنين يعني يمشي الحال شويه، مع ان انا اطالب بان يكون في شبكات. المستثمر لا، اوعى تعمل كده مع المستثمر، اوعى تقول له البطاقه الضريبيه روح كذا وانت في اسوان، انسى الكلام ده، اوعى تقول له يدفعش على طول، اوعى تقول له. طب هل وزاره الاستثمار يا فندم في الفتره الاخيره وقانون الاستثمار الجديد والاجراءات اللي شفناها حلت ده بالنسبه للمستثمر؟ يمكن المصريين احنا نستحمل شويه، حلت الموضوع بالنسبه للمستثمر؟ لا ما حلتش لسه. خليك معايا بقى، في حاجتين مطلوبين من هيئه الاستثمار، هما حاجات جمال جدا ولو اتعملوا هيبقوا يعني تحفه خلاص. الاولاني، مصر حتى الآن ليس لديها خريطة استثمار للاستثمار في مصر كلها. أنت تطالب المستثمر العربي أو الأجنبي أن يأتي إلى مصر وأن يبحث عن الفرص الاستثمارية. إيه ده كلام؟ طب ما هو أنت، ما يذاع يا فندم، ما يذاع الآن إن هم موفرين أراضي وعاملين خريطة استثمارية في مصر، هو ده لسه ما حصلش. موفرين أراضي وموفرين أماكن للزراعة وموفرين دراسات جدوى وهي الاستثمار تقدم بيانات، إنما خريطة الاستثمار دي عبارة عن حاجتين بالتحديد، خريطة نوعية زراعية عندنا كذا، صناعية عندها كذا، سياحية عندها كذا، ثم إقليمية يعني مرتبطة بالمحافظات. أنت تستاوي اسكندرية، أنا عندي بقى زراعة وصناعة في اسكندرية، تستاوي مرسى مطروح، أنا عندي كذا. هذه الخريطة الشاملة غير موجودة. الوزارة الوحيدة اللي قامت بها، احنا بنحط النقاط على الحروف 100%، الوزارة الوحيدة اللي عملتها هي وزارة الصناعة فقط، وأعلنت عنها وزارة الاستثمار لحد دلوقتي ما عملهاش، تعملها وتكون صالحة لمدة سنتين فقط، 2018-2019 2020 لازم تطلع يعني خريطة جديدة وتنشر، بحيث المستثمر الهندي الألماني الباكستاني يستطيع أن يفتح الصفحة ويرى خريطة الاستثمار ويتواصل مباشرة. ويني المشكلة بقى التانية مهمة جدا، حضرتك أشرت إلى قانون الاستثمار الجديد اللي هو صدر 2017 70 لسنة 2017، قانون جميل جدا، ولو قرأته تلاقي فيه حوافز استثمار رائعة وممتازة جدا، وفي فكرة الشباك الواحد، إن المستثمر يقف على الشباك الواحد ينهي ينوي إجراءاته، يعني ممتاز جدا. لا تلففه ولا أي حاجة. ممكن نعمل حاجة كمان نضيفها، إن الإخوة الموظفين الكرام في الجهاز الإداري للدولة والذين يتعاملون مباشرة مع الاستثمارين، ممكن نعمل لهم دورات تدريبية
ممكن يبقى اللبق شويه، ممكن يتعامل ب ب يعني بجنتله مع انا اتكلم بس على المستثمرين، انا ما يهمنيش الجهاز كله للدوله، يهمني المستثمر عندما يتعامل مع شبابيك ان يكون هذا الموظف خد دوره تدريبيه في ايه بقى؟ في الاتيكيت، في البروتوكول، في كيف تجذب هذا المستثمر، كيف ما تكشرش في وشه، كيف وهكذا وهكذا. بس اعتقد النهارده ان وزاره الاستثمار يعني تحت عين الرئيس مباشره، وكلها كاميرات، وكلها كاميرات، كلها من جوه كاميرات، ده هو طالب تقارير اسبوعيه بحجم المعاملات اللي انتهت، ويعني ده قاعد لهم. نتمنى ان يكون ذلك في كل القطاعات. أتمنى وكلنا نستفيد، وكلنا اصحاب هذا الولد. وخلي بالك حضرتك بقى، زي ما حضرتك اشرت كده، زاد الناتج القومي، زاد دخل الدوله، يعني 900 مليار ده اللي عندك عجز 250 مليار ولا 300 مليار، نلغي بقى العجز بقى، كفايه كده، وتزيد موارد الدوله. نيجي بقى للعمله الصعبه، احد مميزات تحرير سعر الصرف ان المنتج المصري اصبح يستطيع، بالذات الزراعي مثلا والصناعي برضه، ينافس العالم كله. حضرتك بتاخد كيلو البرتقال من المزرعه بجنيه ونص، كيلو البرتقال في اوروبا بدولار، الدولار بكام؟ ب 18. يبقى ما يخرج من مصر ب 2 جنيه 3 جنيه 4 جنيه 5 جنيه يباع في اوروبا ب 17 جنيه. يلا بقى انتج وصدر، تستطيع الحصول على العمله الصعبه بدعم السياحه وبدعم التصدير. طيب انا عايز اتكلم في نقطه مهمه جدا. هل تعتقد ان الملحق التجاري في السفارات المصريه قام بدوره ام ما زال مقصرا في عرض باليتة او مجموعه المنتجات المصريه القابله للتصدير؟ الناس دي قامت بشغلها ولا لسه مقصر؟ بصراحه كده، بصراحه لا طبعا لسه، لا طبعا. خلي بالك انا لا امانع عندي ان انا اولا التعميم يعني فيه صعوبه شويه، التعميم فيه صعوبه لان انت بتتكلم لا اكيد على مش تعميم على على سفارات بتاع حوالي 197 دوله حول العالم. مصر من الدول الكبرى جدا في موضوع السفارات والتمثيل التجاري والتمثيل. ولا استطيع ان اقول ان كلهم يعني وحشين، لا طبعا ده كلام مش علمي ومش حلو. يعني الصحيح ايه؟ ان مطلوب منهم دور اكبر من كده كتير جدا لسببين. السبب الاولاني ان المنتجات المصريه بالذات في القطاع الزراعي والانتاج الغذائي والكده، وايضا الملابس والاقطان وكده، ده حول العالم له ميزه كبيره جدا. اثنين، ان اسعاره تنافسيه جدا مع كل الدنيا. نمره ثلاثه، ان ان الاجنبي ما عندوش معلومات كافيه عن المنتجات المصريه. فلو احنا ادينا خريطه الاستثمار الى الممثل التجاري في الخارج، وعند نزوله الى اجازه يعني اداناه يعني معلومات او افكار عن المنتجات المصريه وعن مميزاتها وعن اسعارها، اعتقد انه ولا مانع ان يقوم بمؤتمرات او ندوات هناك. وهناك فكره اجمل من كده بكثير جدا. انت فندم دلوقتي أو النت، هناك أفكار جميلة جدا. احنا عندنا الشباب الآن أحسن من الكبار، وأكثر تطورا وأكثر تحضرا وأكثر يعني يعني نوع من الانطلاق ويعني القوة والفكر باور باور. ولديه وبتكار. من التكنولوجيا أكبر مننا احنا طبعًا. الكبار أحسن مننا كمان. خلاص، لو احنا اخترنا مجموعات من الشباب وسميناها مجموعة التسويق حول العالم، هيصرفوا ملايين، هيصرفوا ملايين. ثم بعثناهم لعمل معارض شاملة تعريفية في فرنسا، في إنجلترا، في هولندا، مجموعة دائرة أو مجموعة متحركة أو مجموعات 20-30 شاب هنا و 20-30 شاب، سيكلفوا الدولة ملايين، لكنهم سيكونوا قادرين. العام بتاعهم ملايين، لكن هيعود ملايين. أنا عايز أقول لك الشباب يعني أقول لك حاجة غريبة جدا حصلت. يمكن كنت بكلم أحد أصدقائي كان في معرض برلين للمنتجات والحصلات الزراعية، وهم الناس يعني جماعة أصدقائي دول كانوا رايحين يصدروا بصل، وكانوا عاملين طبق كده حاطين فيه تمر ضيافة يعني يعني على أساس إن الضيف اللي يجي يتفرج على الفرع بتاعهم ياخد له تمرتين كده. حضرتك عارف ان هم باعوش بصل وباعوا تمر؟ باعوا تمر مثلا. يعني دي حاجه تزعل. حضرتك المنتجات المصريه لها رياده على العالم كله في الاتي على سبيل التحديد. البرتقال المصري ده توب، وروسيا كانت بتاخد كميات ضخمه جدا. البرتقال وعنب وبطاطس. من البرتقال والعنب والبطاطس، بصل، البصل، الثوم، البطيخ، خلاص. المنتجات، الملابس، الافلام الامريكيه والاوروبيه، لما واحد يوقع حاجه على القميص يقول له لا ده قطن مصري،
حتى هذه اللحظة. صحيح. لازال القطن المصري والمنتجات والمنسوجات المصرية لازال لها شهرة يعني عالمية. ناهيك بقى ان المفروض ان احنا نطور اكثر من كده. احنا المفروض نعرض بس منتجاتنا. هو طبعا في المجال الزراعي حتى لو كان البرتقال بتاعنا رقم واحد والعنب بتاعنا رقم واحد في العالم، لكن مش ده اللي بيخليه يتسوى، لان يمكن التسويق في القطاع الزراعي مختلف شوية، له علاقة بامتى هتطلع المنتج بتاعك، بلدك بتطلع البرتقال في شهر كام، عشان دي بورصة عالمية، اللي بيسبق في التوقيت هو اللي بياكل السوق. يعني مش بيبقاش معامل الجودة هو رقم واحد، لا، معامل امتى هتنزل المنتج بتاعك. الهند بتطلع شهر 12 وانت بتطلع شهر واحد، الهند تاكلك على طول حتى لو كان البرتقال بتاعك احسن. دي بورصة البتاع الحصلات الزراعية. لكن اللي انا عايز اقوله ان ما زلنا والله عندنا مجموعة كبيرة جدا من المنتجات العالم ما يعرفهاش، يمكن المستورد لما يعرفها هيقبل عليها. يعني اتمنى ان اللي هم الملحق التجاري في السفارات يقوم بدوره. حرام قوي يبقى عندنا قيادة سياسية وعندنا حكومة بتموت نفسها في اصلاحات اقتصادية وعمالة بتعمل طرق وعمالة بتعمل بنية تحتية عشان يزيد الانتاج ويطلع الانتاج، ما نلاقيش حد يشتريه بسبب مشكلة اسمها الماركتينج او التسويق. اتمنى ان ده يحل بقى في الاربع سنين اللي جايين، واتفر هو مين الرئيس اللي جاي. ولكن خلينا نتكلم عن برضو موضوع مهم جدا، وهو موضوع الحكومة الإلكترونية. يعني يمكن عشت في فترة برا مصر ما كانش فيه في الجهات الحكومية أبدا إنك تطلع فلوس من جيبك تدفعها لشباك أو لدمغة أو للكلام ده. يعني كان من الآخر كده بتروح تجدد عربية، كل اللي عليك كام؟ كل اللي عليك مثلا 20 دولار، بتطلع الفيزا كارد بتاعتك بتعمل كده تدفع 20 دولار وتخلص، بتدفعها كل المطلوب منك بتدفعه في حته واحده. ليه بقى الفيزا كارد؟ طب تيجي تطلع له كاش يقول لك سوري انا اسف ما باخدش منك كاش. وده بيقضي على الفساد بشكل كبير جدا. واعتقد ان الفيزا كارد النهارده ما بقاش عليها علاقه يعني بال 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 بفئه، ده الفيزا كارد بتطلع ب 10 جنيه يعني مش لا بتاعت اغنيه ولا اي حاجه، والبنوك مغرقه البلد والفروع البنوك ما شاء الله ما فيش نجع ما فيهوش فرع للبنك يقدر يطلع منه فيزا. هل تعتقد يا فندم ان احنا في صدد تنفيذ هذه المنظومه الالكترونيه والنقد الالكتروني داخل الهيئات الحكوميه للقضاء على الفساد؟ لان لو كان ضابط شافني في المرور وانا بره بطلع عمله ورقيه كان حبسني. نعم. يعني حضرتك شايف ان ده المفروض يتطبق، او هل الدوله هتاخد هذا الاجراء قريبا؟ هو يجب، احنا يعني برضو ايه يعني انت ما تقدرش. هو طبعا في بعض الاجهزه وفي بعض القطاعات بدات يعني ايه في اتخاذ هذه الإجراءات، لكن لما تبقى فكر دولة أو رؤية دولة وتبقى في كل القطاعات هتعمل حاجة مهمة جدا. هذا الإجراء يزود الإنتاج. هتقول لي إيه العلاقة بقى بين الحكومة الإلكترونية وزيادة الإنتاج؟ ده حاجة بسيطة جدا. أنت بتاخد المدرس من المدرسة، بتاخد الطبيب من المستشفى، بتاخد الفلاح من الغيط، بتاخد العامل من المصنع، وتوقفه في طوابير يعني طويلة جدا لإنهاء إجراءاته، وقد يضيع يوم واثنين وثلاثة قبل ما تنتهي. في حين إن الحكومة الإلكترونية زي ما حضرتك قلت، بدل ما أروح البنك أو أروح على الخزنة أنا بدفع بالفيزا كارت، بدل ما بقدم أوراقي أنا بقدمها عن طريق النت. إذن بترك المدرس لمدرسته، بترك الطبيب لمستشفى، وبزود الانتاج وبقضي على الفساد مباشره، وبقضي على الفساد 100%. يزيد الانتاج بنسبه 20% لو تم تطبيق الحكومه الاقترانيه في كل القطاع. اتمنى ان ده يتطبق. وبعدين يعني انا بستغرب بصراحه، ما زلنا حتى الان مثلا بروح المرور الاقي ادفع هنا في الشباك، ده دمغه شرطه يبقى رايحه لوزاره الداخليه، ودي للطرق، ودي طب ما تقعدوا مع بعض انتوا تشوفوا كل واحد عايز كام وقسموا مع بعض، خدوا مني بالفيزا وقسموا مع بعض. اتمنى ان ده يتطبق بجد، الرئيس اللي جاي لازم يطبق ده. يعني احنا الدوله بذلت مجهود كبير قوي، حرام ان هذا المجهود الكبير جدا 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 اللي عملناه في احلك الظروف واحنا بنحارب الارهاب عملناه يضيع بسبب شويه حاجات نقط صغيره قوي ناخد بالنا منها. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الايضاحات دكتور احمد هارون الخبير الاقتصادي. بتمنى لمصر النهوض، بحنيك كمصري بهذا العرس الانتخابي والديمقراطي الجميل الذي شارك فيها كل المصريين. شكرا يا فندم. أعزائنا المشاهدين، ما زلنا مع حضراتكم على مدار الساعة بنغطي انتخابات مصر الرئاسية 2018، فاصل ونواصل، تابعونا.